حماد. اي ماما. صاحبك اللي هناك ده بيعمل ايه؟ لا ده بيظبط الكاميرا علشان نصور بقى. مصوراتي يعني. مصوراتي. عارف وانت صغير كانت صورك بتطلع حلوه قوي، هو بيطلعك حلو كده برضو؟ ده لو طلعني اصلا يا ماما. انا بقى نفسي بقى تشتغل زي الراجل المخرج اللي قاعد هناك ده. مش معنى يعني ما بيعملش حاجه، سايبكوا يا اخويا تشتغلوا وتمققوا عينيكوا وهو قاعد يتفرج على التلفزيون. لا تلفزيون يا ماما، ده بيشوف المونيتور. ان شاء الله يكون بيتفرج على حديث الروح. وبعدين ده فالح كل شويه يقول لي اكشن اكشن، ده انا لو جبت عيل من بتوع الميكروباص هيقول احسن منه. بصي بصراحه هي في دي عندك حق، هو قاعد ما بيعملش اي حاجه، هو لو بيفهم ما يعيدش 80 مره يا ماما، ده بيتعامل معانا على اننا تماثيل. مش هو ده اللي انت قلت لي عليه بطيخ؟ ايوه اللي انا مسجله على الموبايل حمدي بطيخ. هو شكله كده بطيخ. بطيخ خالص. انت اول ما تخلص عايزك كده تكلم زمايلك يصورونا صوره حلوه كده بالكاميرا الحلوه اللي هناك دي عشان احطها على الجروب اللي في الواتس بتاع خالاتك. لا بصي مش لازم الكبيره دي، اقول لك على حاجه. تيجي ناخد سيلفي ولا ما تحبيش المغامرات؟ لا 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 ناخد مغامرات. لا 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 مش لازم كده. بصي اقول لك على حاجه، تيجي نقول تشيز. ايه ولا قله الادب دي؟ لا اللي هي الجبنه يا ماما، التشيز العاديه. الكهن ده، طب ما نقول جبنه. طب نقول جبنه. لا لا استنى استنى، خالتك اعتماد بتتصل. طيب ماشي. ايوه يا اعتماد. جاهز يا استاذ؟ يا استاذ يلا بينا. بعد كده لما تحب ترغي يبقى اقفل المايك بتاعك عشان انا قاعد على المونيتور وسامع كل حاجه. لا دي الحاجه دردشه دي. ده انا مش قاعد في البطيخ. ما هو البطيخ حاجه وحشه. حاجه وحشه. محسن. محسن ليه؟ هات الخبز بس اللي هناك دي. اتفضل. ايوه يا استاذ. في ايه؟ محسن خد الدور مكانك. لا لا انا كنت بحب الدور ده جدا. في ايه؟ ماما هو اخذ الدور. لا ولا بطل شحتمه وقول لي في ايه. ايوه بطيخ الدور. محسن بيجي كده ياخد الدور. محسن دي دلوقتي بس خد منك الدور. الدور بتاعي انا خدته. ما فيش ليه؟ ايه بس اخدت منه الدور ليه يا استاذ؟ انا حر. بصي انا حر يا امي. بصي يعني ايه حر؟ الله، والتسميع اللي قعدنا نسمعه والتشكيل اللي شكلناه وبنهدل مع الولد طول النهار، يعني ايه حر؟ رجع له الدور احسن لك. حاضر هرجعه له. حاضر يلا. لا يا حبيبي رجعه له قدامي دلوقتي. اتفضل يا حبيبي. ما تيجي تخرجي احسن يوم اخرك. وانتوا بتعملوا حاجه اكشن كات؟ هي شغلانه يعني؟ اتكل على الله روح. يلا شوف بتعمل ايه. يلا يا محسن. يلا حبيبي. معلش يا بابا. اوعى تخلي حد ياخد دورك منك. حاضر. يلا يا حبيبي روح اغسل وشك كده وروح. حاضر. يلا. حاضر. معاك منديل تنف؟ فوق امي هنف. يا ولد هتوسخ الهدوم والراجل الستايلست هيدوخنا. مهما عملتوا فيا مش هتنازل عن حق شعب مصر كله. كات. لا 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 الكلام ده ما ينفعش. ده انت يا ابني مجروح ومنفعل. وبعدين بقى لما تيجي تقول شعب مصر كله لازم تقولها بفشخره كده. اقولها بفشخره كده يا استاذ؟ اسمع كلام ماما يا احمد. اوكي تعالى يا حاج. تعالى النهارده. ماشي روح اعمل لي واحد شاي. جاهزين يا شباب؟ 3 2 1 اكشن.